نبي محمد.
أزواجي وذريتي وأهلي بيت الكرام شوقي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجاني سلطان أولياء وإلى حضرة المعالي سيدنا الحبيب علي بن محمد الأمشي وإلى حضرة الحبيب علوي وإلى حضرة الحبيب أنيس وإلى حضرة الحبيب محمد بكر الشيخ وصولي مفروهي ممن تسابع إليه إن شاء الله لهم الفاتحة. يا نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة سيباي غفور سيباي جبيدي سيباي خالد ريدو سيباي منابر سيباي بحار سيباي كريم ربويو سيباي مرزوكي بي كريم مي مخلص مي مرزوكي مي ادريس بهجا جوني اسمان كوسمي كوسمونيب اما حالي ما سلد دارات بح اي ناوي بنتن بح ناوي بانديك لان سنان امبن بح سنان كليزوكو بح سنان بنتر رمى بح سنان كنو جدي بح جاكو تنكر سلطة بانجاك bagi terjadi termas bah ke Isan Jamad Muhammad Pasuran Al-Fatihah. Iya kena udhuwa iya kena setangai dengan surat al-mustaqim surat al-adina anantang alihi mughiri mahtubi alihi wabdolin amin. Tumailah khurati leluhur panyisoyo kasapun sumare Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana stai dan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tuma ila hadrati jamaah ingkang sampun hadir mugi-mugi tansah pinaringan panjang umur umure barokah dilancarne rezekine putra-putra wayahe didadosaken putra ingkang minas solihin lan ditakdirkan takdir bejo mulia selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallu 'ala nabi Muhammad. Fa ya شفاعة صلوا عليك وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يكتب وصاله يقظة ومناما صلوا عليك وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم المصطفى الصديق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسل وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعلي ومن بالنبي صلي عليه وسلم.
تعالى مجده وذو مشانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمة، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. الله عليه. فأرسل إليه مصرف خلقه وأجل عبده الرحمة، تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا عبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. الله عليه. فما جل هذا المن الذي تقرب به المنان، وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، وتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بالطراز التقريب. اللهم صل وسلم تصرف الصلاة وتسليم على سيد العالمين محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تقرره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. ليتشرف بوجود ثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، وما من سر تصلى به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى، جل ما شرف الوجود بنوره، ومر الكون بهجة وجمالا، وتراقى في حسن أعلى مقام، وتناهى في مجده وتعالى. صلى الله عليه. لاحظته العيون في مجد نده بشرا كاملا يزيح ضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحرف تعقل معانيه الجنان. صلى الله في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم نشرتنا آياته في ذكر الحكيم، ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فما فاجأت هذه البشارة
فتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم عليك وعلى آله وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى آل سيدنا محمد. يا حجرة ضمت جمال محمد يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدر مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجر مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء ورب السماء أعضاء حوضا وكوثرا Oh,
Okay.
Oh,
محمد العلي صلي وسلم. صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف باللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تنبض بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ رسالة وأدى الأمانة ودى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا. تكرم الله به على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البر والبحر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى تحية وأوسعها على هذا العبد الوفى بها وهي عبادية برز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة له وأقبل عليه غاية الإكبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به ينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المحب وقربه وتفيأوا مذن لشرف الأسليب بحبه ما عطر الأقوال من أجل ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على إرادة الله في القديم بذكور صارت تخصيص البشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الكامرة فانفلقت بيضة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن جمال مشهور بالعين حامل الوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين. الكريمة والبطون فما من صلب الضمة
إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتلق في بروجه، يتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه، وقدرت الأقدار أزلت بما قدرت، وانهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت بمن خصصت، وكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شادد بشرا كالبشر، ونورا حير أفكار ظهور والبهر، وتعلقت إمة الرك من هذه الحروب. وأن يلقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب، ذلك النور المعروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعش من شعر أوصاف ذلك الموصوف، تشفيقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويح المتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فألا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه في سر أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا عيائج التشوق إلى سماع أوصافه العظيمة، وعلى الله يرفع به متكلمة والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي، وتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم Yeah.
صلى الله عليه وسلم.